انضم الينا من الكويت الباحث السياسي فهد المكراد. اهلا بك معنا سيد فهد. في البدايه لمزيد من التفاصيل عن هذا الحادث واخر التطورات، مدى نجاح عمليه الانقاذ حتى الان كيف تبدو؟ نعم، هو حدث صباح هذا اليوم، ولكن لله الحمد يعني تمت السيطره على الحريق بفضل سرعه رجال الاطفاء التابعه لشركه النفط والمؤسسه الحكوميه. انا اعتقد انه الان حتى بالبيان الرسمي الاخير انه تم السيطره على الحريق الذي اندلع في مصنع للبتروكيماويات في منطقه الاحيدي، وبالتالي اصبح الحريق تحت السيطره ما عدا بعض الاصابات الطفيفه التي تعرض لها بعض العاملين من اختناقات وغيرها من الاصابات الطفيفه. نعم سيد فهد، يعني هل هناك متسبب في هذا الحادث؟ هل في تحقيقات حول هذا الحادث أم الحدث يعني بفعل الصدفة وليس بفعل فاعل؟ لا، ليس بفعل فاعل، وإنما أسباب تقنية، وأيضا إدارة البترول تحقق في هذا الشأن حول ملابسات حدوث هذا الحريق، ما إذا كان التماسا كهربائيا أو كان خطأ تقنيا من بعض العاملين، كما يحدث في يعني حوادث سابقة حدثت من جراء أسباب أحيانا تقنية وأحيانا لوجستية في هذا المكان. أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي من الكويت فهد المكراد.